التطور الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في القطاع الطبي يعتبر تحولا جذريا يحمل في طياته إمكانات لا محدودة لتحسين جودة الحياة وتوجيه هذه التقنيات نحو خدمة الإنسانية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. أهل الفقه والشريعة السمحاء يؤكدون أن تطوير وتوجيه الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية لخدمة البشرية يسهم في أن تتفق الصحة الرقمية مع مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تمثل الغايات التي تراعيها الشريعة في أحكامها لتحقيق مصالح الناس. التطور الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في القطاع الطبي يعتبر تحولا جذريا يحمل في طياته إمكانات لا محدودة لتحسين جودة الحياة. والشريعة الإسلامية في الحقيقة يعني أي شيء يعني مستجد ونافع للإنسان عقلا وجسما وبدنا من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية تحبذه وتدعو إليه، لأن فيه يعني ما يتعلق بخدمة هذا الإنسان وبخدمة المجتمع. الذكاء الاصطناعي يعني معناها أنك أنت تجمع معلومات كثيرة في دقائق معدودة أو في ثواني معدودة، لكن هذا نافع لعقل الإنسان، لكن لا يغني عن العقل البشري، لأن العقل البشري هو الذي أنتج ما يسمى بالذكاء الاصطناعي حتى يعجل ما يتعلق بجمع المعلومات الرقمية وما إلى ذلك، وحتى يسهم إسهام كبيرا في جميع المجالات. فالشريعة الإسلامية تحبذ هذا وتمنع ما يتعلق كذلك بما يخالف الدين وبما يخالف عقل الإنسان وبما يخالف مال الإنسان وبما يخالف كذلك ما يتعلق بنفس الإنسان. هذه التقنيات ستسهم نحو خدمة الإنسانية وتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وأن الذكاء الاصطناعي بإمكانياته الهائلة يحمل الوعد بتعزيز الصحة العامة وحفظ النفس والنسل والمال والعقل والدين. بعبارة موجزة، كل ما فيه مصلحة للإنسان تساعده في رفع المعاناة عنه وتخفيف الآلام وتحقيق الشفاء له ودفع الأضرار عنه فهو مشروع كقاعدة أساسية، وكل ما فيه إحداث الضرر أو زيادة الضرر أو الإساءة للإنسان أو كرامة الإنسان فهو ممنوع شرعا. هذه كقاعدة أساسية نضعها عنوانا لنا في حديثنا عن الذكاء الاصطناعي، ولذلك ما فيه مصلحة للبشرية وللإنسانية وللناس يرفع المعاناة عنهم نشجعه، والشريعة الإسلامية تشجع على ذلك وتطلب من العلماء على سبيل الوجوب أن يعملوا هذا العمل وتطوير المنتجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمنفعة الإنسانية. ويتفق كبار الاستشاريين من الأطباء وخبراء التقنية الحديثة مع أهل الفقه والشريعة السمحاء على أهمية تطوير وتوجيه الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية لخدمة البشرية، لتتفق الصحة الرقمية مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تمثل الغايات التي تراعيها الشريعة في أحكامها لتحقيق مصالح الناس. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.